واحد فيهم نعتبر جيدة هدية. أول أمرك سلم. الله يجزاك عنا خير. أي دكتور، موضوع البحر الماء. نحن كنا على شاطئ العقير. العقير بالأحساء. نعم. الله 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 الله. شاطئ من أفضل وأفخم الشواطئ في المملكة، إن لم يكن في العالم العربي. ما شاء الله. نظافة. إيه. وترتيب. واستعداد للمصطافين او المرتادين الزوار، اماكن للجلوس، طبعا اماكن ليست اماكن عاديه، اماكن مسقوفه ومحلات شوي، وضعين اللي بيشتوي ووضعين مويه، بزبوز مويه عندك، والاشجار من هنا ومن هنا، وملاعب للاطفال، وتيل، كله الارض مزروعه بالتيل من الخلف ومن كذا. الزائر يقضي وقت ممتع. الشاطئ جميل، نظيف جدا، نظيف 100%، ما فيه يعني انت لو تروح بعض الشواطئ الله يرضى على اللي جابوك. شكرا لك. سواء داخل المملكه او خارجها. الله يهينك. سلام. الله تسعده وتوفقه. المخلفات والاوساخ واللي جابها الموج الامواج، هذا يقول كذا يلمع. سبحان الله. سبحان الله. فقضينا فيه وقت يعني زي ما تقول حول اليوم كامل. طيب ابو، الدخول في المجاني للخدمات؟ كلش مجاني. مجاني ما تدخل؟ مره نهائي، من يوم تدخل لين تطلع وانت مستمتع. هذه طيب. بلديه العقير. حتى من حتى من بعيد من الدوار. انا مسافر اليوم، انا عندي سفر. طرقات منوره ومشجره، يعني مكان خيال يعني صراحة. من هذا المقام إذا سمحتوا لي نشكر بلدية العقير التي أتاحت مثل هذا المكان الجميل للمرتادين، سواء من زوار من محافظة الأحساء وتوابعها أو من مختلف مدن ومحافظات ومناطق المملكة. والله يستاهلون. أو حتى من خارج المملكة. يستاهلون. يستاهلون الحقيقة. الدور الكبير اللي تلعب فيه الأمانات والبلديات في المناطق في تطوير الواجهة الحضارية وفي تطوير المدن والمناطق، أنا أشوف أنه جهود كبيرة للأمانة وجهود جبارة. وإحنا يعني بيني وبينك كأبناء مجتمع مدني نشوف أنه إحنا مقصرين كثيرا في اتجاه البلدية للأمانة. يعني يفترض أنه يكون في تعاون مثمر وبناء لتحقيق هدف رئيس وغرض جميل جدا، وهي مدينتنا لنا وديرتنا لنا. نعم. وتعتبر واجهة مكانك. مكان. نعم. مكاننا أو بيتنا الكبير اللي نسكن فيه. طيب طول العمر مدى تعامل الزائر لهالمكان هذا أو رقي تعامل الزائر؟ والله الزائر اللي شفناهم على الأقل كلهم على مستوى من ما شاء الله، علما أنه ما في مجال للشخص يعني الأماكن أكرمكم الله الحاويات بجنبك، يعني مجرد حتى وانت جالس ممكن تعطل. هذا واحد. اثنين، اذا ان فيه جهات تدور لو حصلوا اي شيء 200 ريال غرامه على طول نقديه على طول ما فيها. وهذا وهذا هذه هذه لذلك تجد كل شيء نظيف، حتى ايضا اكرمكم الله والسامعين مجهز بدورات المياه للرجال والنساء، ما لحد عذر يروح، بس الواحد يستمتع، واذا هو سباح يسبح، وإذا هو يبغى جلس يجلس، وإذا هو أكال من أنواع يشوي، وإذا هو ما أدري شو أقول لك، متعة يا بعد الحدود. خدمات متكاملة جدا. هذه يبيلها يا طول العمر حلقة على الضفاف نسميها. والله على الضفاف. والله أنا فكرت فيها، قلت عشان أخويا أنا عاد عشان الله يهديهم، يعني نشوفهم أشوفكم يعني. والله كل ما أقول والله جلسة يوم تستمتع يعني خيال. جلسة صباحية طال عمرك على الضفاف. أنا المسؤول عن الكلام ده. والله ونعم فيك وكفو. والله تقول وتطول. تصوير و ما شاء الله ما شاء الله. وهدوء. تكرير. جلسة طول. بس عاد ترى نحن ذهبنا في وسط الأسبوع يعني.